84 يوم، 84 يوم مرت مرور الكرام، عشناها بتفاصيلها. اسمحوا لي إذا قصرت أنا في فقرة عادليات في أي يوم، فأنا بشر أخطأ، وجل من لا يخطأ. فإن أخطأت صححوا أخطاء أخوكم الصغير، وإن أصبت فما ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بدعمكم أنتم. عادليات اليوم على هذا الستيج انتهت، ولكنها لن تنتهي خارج هذه القرية، ستستمر معكم وستستمر بكم. رسالة إليكم أنتم يا من أحببتم نسخة كاريزما، رسالة إليكم أنتم يا من أحببتم نسخة، حطوا تحت نسخة 1,000,000,000 خط، بغض النظر جمهور المتسابق الفلاني، جمهور المتسابق الفلاني، خلونا ندردش مع بعض. أنتم حبيتوا ترى النسخة كاملة حتى بدون ما تشعرون. المتسابق العادل ترى ما نجح لو بعد الله لولا زملائه، وفلان ما نجح إلا بجهود كذلك زملائه. لذلك إذا أنتم أحببتم شخص وتقبلتموه خلف الشاشة، فأنتم تقبلتم النسخة كاملة. فأنا بختم بالرسالتين هذه قبل أن يصدح صوت الحق أذان المغرب. رسالة إليكم أنتم يا من أحببتم نسخة كاريزما، ما عاد حنا اثنين يا ليل الحزين، ما عاد حنا اثنين يا ليل الحزين، جارت علينا ظروفنا وافترقنا. 84 يوم وإن ناظري إلى 90 يوم لقريب. الرسالة الأخرى إلى زوايا هذه القرية، إلى تفاصيلها، إلى كل مكان في هذه القرية لنا فيه قصة ولنا فيه موقف. كل نقطة داخل هذه القرية كان فيها موقف سعيد، كان فيها موقف حزين. يا ما استقبلنا بفرح، ويا ما ودعنا بحزن. رسالتي إلى قرية كاريزما، ليست أول مرة نفترق فيها، ليست أول مرة نفترق فيها، ولكن هذه المرة لن نعود. في أمان الله.